قال: وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم، من علامات الساعة خروج هذا الرجل، أنه يتسلط على الناس بسلطانه، هذا أيضا من علامات الساعة. وقحطان هي القبيلة المعروفة، لأن العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية. قحطانية وعدنانية. نعم. وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجه. الجهجه، نعم، اسمه، هذا اسم الرجل الذي من قحطان، اسمه الجهجه. نعم، الجهجه، ومن علامات الساعة. نعم.